يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي العظيمه. الحقيقه حلقه جديده طبعا والسادسه، بس اسمحوا لي قبل ما ندخل في مواضيع حلقتنا وفي اخبارنا وفي ضيوفنا نقف كده وقفه او نقطه نظام. الحقيقه يمكن انا صحيت النهارده على زلزال، يعني مسجات كتيره جدا ومكالمات كتيره جدا وناس كتير جدا بتتكلم وفي حاله غضب واستفزاز. الحقيقه يمكن بعض الكلام اللي ظهر على مواقع السوشيال ميديا على بعض وسائل الاعلام في بعض القنوات المختلفة امبارح الحقيقة اللي استفز جماهير النادي الأهلي بشكل كبير. وإحنا زي ما اتفقنا مع حضراتكم من اليوم الأول، مبدأنا ومنهجنا وسياستنا في قناة النادي الأهلي إن إحنا ما بنجرش لأي نوع من المهاترات، ما بنردش على أي نوع من أنواع الاستفزاز، ومركزين بشكل كبير جدا مع فرقتنا، بنسيب اللي بيتكلم بيتكلم وما بنحاولش إن إحنا يعني ننجر للحتة دي، لأن إحنا هدفنا هو تحقيق مكسب، تحقيق بطولة، تحقيق إنجاز للنادي الأهلي، ولو اتجرينا للحتة دي مش هنخلص ومش هنركز مع فرقتنا او فرقنا في اي رياضه واي مجال. لكن في الحقيقه اللي حصل امبارح ده بمثابه صدمه. ليه بقول كده؟ لانه في اوقات كتيره جدا، وطبعا يمكن ده مكشوف بالنسبه للجمهور ومكشوف لينا احنا كمان في وسائل الاعلام، احنا بنشتغل في الاعلام بقالنا سنين طويله جدا وفاهمين انك انت تستفز قاعده او شريحه معينه من الجمهور عن طريق استفزازه او عن طريق اثاره غضبه، ده شيء بيحقق نسبه مشاهده كبيره جدا، خصوصا لو كنا بنتكلم على جمهور بحجم جمهور النادي الاهلي، واحد من اكبر انديه العالم، واحد من اكبر الحقيقه الجماهير او الانديه اللي بتتمتع بجماهيريه كبيره جدا على مستوى العالم. فانت لما بتتكلم في تصريح يستفز او يثير غضب، انت بتتكلم في تصريح يستفز الملايين، وده بالتاكيد ليه مردوده على مستوى نسب المشاهده. احنا فاهمين ده كويس، واعتقد ان النهارده شريحه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي فاهمه ده، وكان ممكن اكتفي بالردود اللي قالتها واللي كتبتها واللي علقت بيها جماهير النادي الاهلي على الكلام اللي اتقال. لكن الحقيقه فيها اشياء كتير جدا مغلوطه، تحس انك انت امام مسرحيه هزليه، يعني عارف امنعوا الضحك، هو بالظبط كده ده الامر اللي ينطبق على ردود الافعال طبعا اللي اتقالت او اتكتبت تعليقا على كلام كابتن سيد عبد الحفيظ. انا مش هتكلم على ومش هعلق على كلام وتصريح كابتن سيد عبد الحفيظ، لكن الحقيقه صدمتني فكره انك تحاول تروج دايما لفكره المصداقيه او الموضوعيه او المهنيه في تناول اي شيء او اي خبر يخص النادي الاهلي، وان ده يكون شكل التعامل مع تصريحات مدير الكوره في النادي الاهلي، على الرغم وانه على شاشه نادي الزمالك على سبيل المثال، انا هاخدهم نقطه نقطه الحقيقه مع حضراتكم، اتكلموا واستفسروا وفردوا مساحه طويله جدا، مساحه عريضه جدا، منها كان تساؤل على ليه بتجيب سيره المنافس؟ يعني ليه التساؤل كده؟ ليه كابتن سيد عبد الحفيظ بيجيب سيره المنافس؟ ما تركز مع ناديك. ده تحديدا خلاصه او ملخص تقريبا حوالي ربع ساعه من الكلام على شاشه نادي الزمالك الاولى، لان في شاشه نادي الزمالك بشرطه دي هنتكلم عليها تاني. شاشه نادي الزمالك، قناه نادي الزمالك الرسميه. في الحقيقه انه اذا كان في حد بيجيب سيره المنافس فهي قناه نادي الزمالك، والحقيقه ان كل برامج نادي الزمالك بتتكلم على النادي الاهلي اكتر ما بتتكلم على نادي الزمالك، والحقيقه انه حتى في الاعلام اللي بيصف نفسه بالمحايد او الموضوعي او المهني سميه زي ما تسميه، شكل التناول فيما يتعلق بالنادي الاهلي، موضوعات تخص النادي الاهلي مختلف جمله وتفصيلا عن تناول بيتعرض ليه او بيقع على تصريحات مسؤولي نادي الزمالك. واذا كانوا بيحسبوا انه تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ بتعتبر تجاوز وبتعتبر اثاره للفتن واثاره للتعصب، انا ما سمعتش اي صوت الحقيقه من الاصوات اللي اتكلمت امبارح بتتناول اي تجاوز حصل من اي مسؤول في نادي الزمالك، بدايه من مستوى رئيس نادي الزمالك وصولا للاعب من اشبال او من فرقه شباب نادي الزمالك. اتكلم بقى على متحدث رسمي، واتكلم على مدير كوره، واتكلم على مسؤولين، واتكلم على اعلاميين طول النهار داخلين في حاله من حالات الهزل الحقيقه، في حاله من حالات عدم الموضوعيه، في حاله من حالات عدم الحياديه، وكل ده الحقيقه هي الاسباب الرئيسيه لحاله التعصب الشديده جدا اللي يمكن مش حاسينها في المدرجات لان مفيش جماهير، لكن هي بالتاكيد محسوسه وامر واقع على مواقع التواصل الاجتماعي. مين السبب في ده؟ في حد على شاشه النادي الاهلي في اي برنامج فيه اي زميل تطرق باي شكل من الاشكال لنادي الزمالك غير بكل ود واحترام؟ انا شخصيا لو كنت بتكلم على نفسي لا اتكلمت في لحظه من اللحظات على نادي الزمالك او على نجوم نادي الزمالك ورموزه الا بكل الخير. كلمني على كم الاهانات والتجاوزات والشتايم اللي تعرض ليها النادي الاهلي ورموزه الحاليين والراحلين، ومحدش تطرق ليها ومحدش علق عليها ومحدش اتكلم على ان ده
بيدعو للفتنة أو للتعصب، وأنه ده أمر مفروض أو مرفوض، أو أنه أمر خارج عن ثقافتنا وعن تقاليدنا وعن أصول ديننا. ما حدش اتكلم في ده. تتكلم على التحكيم، على فكرة ماتشات الدوري كلها مسجلة، وكل موقف أضر بالنادي الأهلي في لحظة أو في مباراة من المباريات، أو كل موقف استفاد فيه منافس النادي الأهلي، متسجل عندنا، موجود على الهارد ديسك أو موجود على كلاود. ووقت ما نحتاج نفتح ملف التحكيم هنفتحه، لأنه ملف كبير جدا وصعب جدا، وقد يكون مؤثر الحقيقة بشكل كبير جدا على مبدأ العدالة، المبدأ الأول والأهم في أي منافسة رياضية. فأعتقد يعني أنه غير مقبول على الإطلاق. أنه إحنا على فكرة فيما يتعلق بالانتقاد، طبعا النادي الأهلي يخص كل جماهيره، ومسموح لكل إعلامي مدام بيتناول وجهة نظره أو بيتناول رأيه أنه يعبر عن الرأي ده بكل أريحية. لكن في النهاية لابد أن يبقى فيه يعني مساواة في الطرح. إذا كنت بتتكلم على خطأ قد يكون وارد وقد يكون في نفس الوقت مش خطأ، يعني هو في النهاية طبقا لتقييمك أو لمعاييرك أنت، لكن لما يحصل هذا الخطأ وتتناوله لابد أنك أنت تتناول كل الأخطاء المشابهة واللي بتصدر عن مسؤولين كتير جدا في نادي الزمالك. محدش يتكلم على مجاملات اتحاد الكرة أو أحد رؤساء اللجان اللي كانت مسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة اللي متسجلة بأمارة الكلاب هاوس. ما سمعتش حد بيعلق على المجاملات لنادي الزمالك أو مخالفة لوائح لصالح نادي الزمالك، ما سمعتش تعليق من أي نوع. وبعد كده بنرجع نتكلم على الموضوعية والمهنية. خلينا نفتح ملفاتنا النهاردة، والحقيقة عندنا موضوعات كتير. طبعا عندنا ماتش أسوان في منتهى الأهمية، ودي بالمناسبة رسالة لكل لعيبة النادي الأهلي اللي رجعوا التمرين النهاردة. جماهير النادي الأهلي بتقول لكم بشكل واضح وصريح، بطولة الدوري السنة دي احنا متعودين ناخد دوري، واخدين 42 دوري، واخدين الدوري آخر 5 سنين، واخدين معاه يعني مجموعة بطولات الحقيقة تشبع أي نادي 10 اقول 20 30 سنه قدام. بس احنا بنقول لكم بقى انه الدوري السنه دي غير، وانه بطوله الدوري العام السنه دي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي حياه وموت. ولغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم معاكم فيها دي بطوله الدوري بتاعتنا بالارقام وبالحسابات، بطوله الدوري في ايدينا. وبالتالي جمهور النادي الاهلي بيقول لكم مفيش تنازل باي شكل من الاشكال عن بطوله الدوري العام. البطوله دي زادت اهميتها بشكل كبير جدا لاسباب كتير جدا مش هتكلم فيها دلوقتي. خلينا نروح طبعا لانجاز طبعا مصري النهارده، نتمنى انه يكتمل. انا ما بحبش اقول انجاز الا لما يكون في ترجمه حقيقيه ليه، واتمنى طبعا ان عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاوله يكمل مشواره في اولمبياد طوكيو. حقق انجاز ما اقدرش انكر انه انجاز مهم جدا، تاهل لمنافسات دور الثمانيه فردي الرجال. لكن الانجاز الحقيقي بالنسبه لي انه، وان شاء الله باذن الله عمر يكون قادر عليه، انه يحقق لنا ميداليه. صحيح هو اول لاعب مصري في تاريخ المشاركات الاولمبيه يوصل للدور ده، لكن في النهايه اتمنى رغم ان المواجهه صعبه، هيواجه صاحب ذهبيه بطوله ريو، بطوله دوره الالعاب الاولمبيه في ريو جانيرو، وواحد من المصنفين اعتقد المصنف الثاني على العالم. طبعا احنا عندنا يعني ده جدول منافسات النهارده بعثه مصر في اولمبياد طوكيو تنس طاوله. عمر عصر طبعا الف مبروك، تاهل الدور ربع النهائي فردي رجال، وبكره ان شاء الله يلعب ربع النهائي لاول مره في تاريخ المشاركات المصريه. تنس طاوله عندنا دينا مشرف ودعت طبعا منافسات سيدات من دور 32، تراثلون بسمه السلموني تم استبعادها من المنافسات، الرمايه الزوجي المختلط خسر في منافسة رماية 10 متر مسدس هواء. بالنسبة للرماية برضو أسامة السعيد والزهراء شعبان ودعت منافسات الزوجي المختلط، والجودو عندنا محمد عبد العال خسر في منافسات دور 32 11-0. الريشة طايرة دوحة هاني خسرت 2-0 في منافسات الفردي وبتحتل المركز الثالث. القوس والسهم يوسف طلبة بيودع منافسات دور 64. الشراع خلود منسي خسرت في منافسات قوارب الليزر، والشراع برضو علي بدوي يودع منافسات قوارب الليزر رجال في المركز ال 34. السباحة علي خلف الله بينهي سباق 100 متر في المركز الثاني، والسباحة مروان القماش برضو بينهي سباق 800 متر سباحة في المركز الثالث في زمن 7 دقائق و52 ثانية. كل التوفيق لرجالتنا، في انتظار الحقيقة يعني يمكن النتائج ممكن تكون إلى حد كبير مش مشجعة أو مش مبشرة، بس إن شاء الله بإذن الله ولاد مصر اللي جايين، وفي توقعات إن شاء الله أن يكون في إضافة جديدة للميداليتين البرونزيتين اللي احنا حصلنا عليهم. نروح لسؤال حلقتنا النهاردة، سؤالنا المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات قناة النادي الأهلي، مين من وجهة نظركم أفضل 3 لاعبين في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي
الأخيرة. نروح لفاصل سريع ونرجع بعده للتتش نطمن على رجوع فرقتنا إن شاء الله للتدريب استعدادا لمباراة أسوان، بس بعد الفاصل. خليني نروح معاكم بقى للنادي الأهلي في الجزيرة ونتابع أخبار. طبعا الفرقة كانت راحة امبارح واحتفلت، طبعا شفت طبعا جماهير النادي الأهلي النهاردة كلها بتحتفل بحمدي فتحي امبارح في فرحه مع نجوم النادي الأهلي ومع مستر موسيماني. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من داخل النادي الأهلي يطمنا على عودة الفريق مرة تانية للتدريب النهاردة. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك زميلي العزيز أحمد سمير، كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل احنا موجودين هنا في استاد او مقر النادي الاهلي بالجزيره، يعني انت عارف ان خلاص انطلق تدريب فريق النادي الاهلي، والجهاز الفني طبعا بيفرض نوع من السريه على تدريبات الفريق استعدادا لمباراه اسوان. زي ما اتكلمنا ان مستر بيتسو موسيماني النهارده اللاعبين اقاموا احتفال لمستر بيتسو موسيماني بمناسبه عيد ميلاد مستر بيتسو موسيماني، 57 عام لمستر بيتسو موسيماني، وسط اجواء تقدر تقول اجواء عائله النادي الاهلي اللي هي جزء في كل مكان داخل جدران النادي الاهلي. في كل مكان تمشي تلاقي ريحه عائله النادي الاهلي والعائله اللي بتربط جميع افراد الجهاز الفني باللاعبين، ايضا اللاعبين اللي كانوا بالامس في احتفالهم بحفل زفاف حمدي فتحي. النهارده حمدي فتحي موجود في المران بيشارك في المران الاساسي، وايضا اللاعبين اقاموا ممر لممر كده ضمن الطقوس المعتاده للاعبي النادي الاهلي، اقاموا ممر للاحتفال بحمدي فتحي وسط اجواء وارتفاع للروح المعنويه ما بين اللاعبين، وايضا ثقه كبيره جدا بعد المباراه الاخيره والفوز الاخير على فريق الانتاج الحربي ادت مزيد من الثقه للاعبين. اهميه المرحله القادمه واهميه مباراه الاهلي القادمه في الدوري، مباراة أسوان ثم مباراة وادي دجلة وسيراميكا، وأيضا المباراة اتباعا مباراة مهمة النادي الأهلي شعاره المباراة القادمة مباريات كؤوس لا بديل عن الثلاث نقاط. من الأمور المهمة زميل أحمد اللي لازم بنتكلم عليها النهاردة يعني أثناء الانطلاق المران، وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي دايما بيبقى يعني بيلبي نداء اللاعبين وموجود في كل وقت مع اللاعبين، بيكون أكبر داعم بيوجه رسائل كتير جدا للاعبين. طبعا أشاد باللاعبين بعد فوزهم في اللقاء الأخير على الإنتاج الحربي وإصرار لعيبة النادي الأهلي في اللعب الآخر دقيقة، ودي دايما يبنى عليها روح الفانيلا الحمراء وشخصية لعيبة النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب كان موجود، أيضا أسرة بيتسو موسيماني كانوا موجودين النهارده على هامش المران. لو نتكلم بقى على النواحي الفنيه او بعض الامور الخاصه بتدريب فريق النادي الاهلي علشان نطمن كل جماهيرنا. طيب طبعا النادي الاهلي عنده ازمه فاروق. هي ازمه الظهير الايمن. يعني خليني اسالك، طبعا احنا الماتشات اللي بيلعبها النادي الاهلي المؤجلات في ظل غياب السداسي مع المنتخب الاولمبي فرضت على مستر موسيماني انه يعيد تدوير اللعيبه اللي موجوده عنده، كلمني على مدى جاهزيه اللعيبه اللي يمكن كانت بعيده، يعني شفنا كهربا في اكتر من مباراه والحقيقه يمكن كهربا خد اشاده كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي في المشاركات الاخيره، شفنا بواليا كان حاسم قد ايه في المباراه بتاعه الانتاج الاخيره، الناس اللي كانت بعيده عن الصوره كلمني عليهم وكلمني على مستوى مشاركتهم في التدريبات النهارده. كلمك على نيدفيد على محمد محمود طبعا على كل الاهميه زميلي احمد. بالظبط نقطة في غاية الأهمية، طبعا شفنا مشاركة وولتر بواليا، شفنا مشاركة كهربا، شفنا مشاركة جونيور أجاييه، وأيضا محمود وحيد وسياسة التدوير اللي بيلجأ ليها مستر بيتسو موسيماني طبعا لعلاج النقص الغياب ست لاعبين من العناصر الأساسية لفريق النادي الأهلي موجودين مع المنتخب الأولمبي. طبعا مستر بيتسو موسيماني حريص إن هو يعمل جلسات فردية مع اللاعبين طبعا اللي كانت بعيدة عن المشاركة، لكن النقطة الأهم إن اللاعب اللي بيبقى بعيد عن المشاركة وقت ما بينزل أرض الملعب ما تحسش إن المسافة بعيدة، تحس إن في روح. ايضا استقبال اللاعبين للعب البعيد عن المشاركه بتسهل عليه في الملعب عمليه الظهور بشكل كويس، ودي روح لعيبه النادي الاهلي دايما، الروح كلها اللعيبه كلها بتتنافس من اجل احراز الثلاث نقاط للفريق، ان يكون النادي الاهلي هو النجم، فريق النادي الاهلي هو النجم، مفيش نجم الا النادي الاهلي، اللعيبه بتبقى حريصه انها تساعد بعض في ارض الملعب، جلسات مع اللاعبين. النهارده وولتر بواليا روح معنويه مختلفه تماما، يعني اللي يشوف وولتر بواليا النهارده تحس ان ده اول يوم لولتر بواليا داخل جدران النادي الاهلي، روح معنويه عاليه جدا على وولتر بواليا، هدف مهم جدا هيفرق في مسيره النادي الاهلي في الدوري، وايضا هيفرق في مسيره وولتر بواليا مع النادي الاهلي. ايضا من النقاط المهمه انت يعني اتكلمنا على اساس التدوير والغيابات، في نقطه مهمه جدا وغياب مهم جدا لمحمد هاني
في مركز الظهير الايمن المباراه القادمه لحصوله على الانذار الثالث. مستر بيتسو موسيماني لجا ان هو النهارده، انا في التدريب شفناه بيجرب رامي ربيعه في مركز الظهير الايمن، بيجرب حسين الشحات في مركز الظهير الايمن، طبعا مع وجود اكرم توفيق واحمد رمضان بيكم مع المنتخب الاولمبي. مستر بيتسو موسيماني بيلجا لسياسه التدوير، ايضا بنشوف محمود وحيد بيشارك، حاول برضو في بعض اللاعبين اللي عندهم شعور بالارهاق من ضغط المباريات، محمد مجدي قفشه والسوليه، بدا ان هو مستر بيتسو موسيماني يحاول ان يعمل تدوير ما بين اللاعبين، تلاحم ماتشات هيكون صعب جدا، لكن خلينا نقول احنا رهنا على شخصيه لعيبه النادي الاهلي على الرغم من ضغط المباريات، على الرغم من الصعوبات اللي بيواجهها فريق النادي الاهلي، ولكن زي ما قال الكابتن سعد عبد الحفيظ لعيبه النادي الاهلي مش هينفع نكسل بنقطه عرق واحده في هذا الدوري، لازم نفوز بالدوري ده، ولازم ان احنا يعني يكون عندنا الشغف ويكون عندنا التركيز ان احنا نركز في المباراه القادمه علشان نحقق درع الدوري، وبطالب من الجماهير انها تدعم وتساند اللاعبين. ومن خلالك زميل احمد رسالتنا لكل الجماهير النادي الاهلي، لازم ندعم ونساند لان فريق النادي الاهلي حافظ ان شاء الله على لقبه، حافظ على لقب الافريقي، وبمشيئه الله حافظ على لقب الدوري بمشيئه الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي. دي كانت صورة عن تمرين النادي الأهلي النهاردة، حالة المعنوية للعيبة اللي بيتهيألي إن شاء الله، أعتقد أنه حالة الجاب اللي حصلت بعد ما كسبنا دوري الأبطال انتهت خلاص، وماتش الإنتاج أعتقد دخلنا دورنا تاني في عجلة الدوري. ومرة تانية بأكد جماهير النادي الأهلي مش هتتنازل عن، بالمناسبة، الحفاظ الأهلي حامل لقب بطولة الدوري، وإن شاء الله بإذن الله قادرين على حسم البطولة. وبمناسبة الكلام على العدالة والمساواة، بفتكر كويس جدا ودي ما حدش اتكلم عليها وما حدش عبر عنها، رغم انه في التوقيت ده الاهلي كان الممثل الوحيد لجمهورية مصر العربية في بطولات افريقيا من 14/4 ل 10/5. انا ما بنساش الفترة دي، واحدة من اصعب الفترات اللي ما فيش فرقة في الدوري عدت عليها. انت بتلعب في كل موسم 34 مباراة، لعبت منهم تسعة ماتشات في خلال 27 يوم من 10/4، ورجعوا لدفاتركم ورجعوا لجداولكم، تفتكروا كويس جدا، وخدناها رايح جاي على الرغم من الاهلي بعد التسع ماتشات دول كان عنده مواجهه ماميلودي سان داونز في بطوله دوري ابطال افريقيا، مواجهه طبعا في دور الثمانيه، ورغم كده محدش اتكلم، ورغم كده الاهلي لعب ماتشاته كلها والتزم تماما، ومحدش اتكلم ومحدش علق ومحدش اتكلم على فكره انك تساند او تدعم بطل مصر اللي بيمثلك في بطوله افريقيا واللي حايز على لقبها وحامل لقبها وبينافس للمره العاشره على تحقيق انجاز التتويج بالبطوله، ما سمعناش صوتكم. خلينا اللي هيكون موجود معانا في السادسه دلوقتي هو خوسيه مورسيا بيبي، المدير الفني السابق ل من اكبر انديه اسبانيا اتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو، هيكون حاضر معنا في سادسه من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بدايه اهلا وسهلا بيك في قناه النادي الاهلي وفي السادسه، بشكرك على وجودك معنا. متشكر لحضراتكم جدا وانا سعيد ما اكون معاكم. هبدا معاك من مشوار اسبانيا في اليورو. بعد البطوله مباشره استعرضنا هنا في السادسه مجموعة من الأرقام والإحصائيات الخاصة بالمنتخبات المشاركة، وكان المنتخب الأسباني الأقوى على كل المستويات، الأقوى في الاستحواذ، الأقوى في صناعة الفرص، الأقوى في الكرات العرضية، الأقوى في الاختراقات والمراوغات، مفيش منتخب تاني كان موجود في القائمة، ومع ذلك لم يتمكن أو لم تتمكن إسبانيا من تحقيق اللقب، إزاي بتشوف ده أو بتفسر ده من وجهة نظرك؟ لعبت اسبانيا بطولة بمستوى من السيء الى الافضل. في مرحلة المجموعات سجلنا، اولا احنا قمنا بعمل فريق شاب لسه ليس لدي اي خبرة. في المجموعات سجلنا 6 اهداف واستقبلنا هدف واحد، واعتقد ان في المستقبل ستكون اسبانيا فريق اقوى من الان. هل انتهت قوه المنتخب الاسباني مع نهايه جيل تشابي وبويول وانيستا؟ لا اعتقد، لا اعتقد ذلك، اعتقد نحن بنبتدي جيل جديد، جيل شاب، واعتقد ان جيل المنتخب الاسباني سيكون قوي جدا، لكن لازم نحتسب ان احنا وصلنا للنصف النهائي في البطوله بفريق شاب ذو خبره ضعيفه.
على المستوى الدولي لم يكن لديه الخبرة المناسبة أو الخبرة القوية. ما عندناش دلوقتي بيول ولا راموس، لكن عندنا أسماء شابة، عندنا بوسكيتس دلوقتي، عندنا بيدري، هما أفضل لاعبين من وجهة نظري في المنتخب الأسباني، لكن أعتقد أن المنتخب الآن مختلف جدا عن الأجيال السابقة، لكنه سيكون قوي. قبل الإطاحة بمنتخب إنجلترا تمكن إيطاليا أو تمكن منتخب إيطاليا من العبور على حساب المنتخب الإسباني، رأيك في منتخب إيطاليا اللي كتير بيروا أنه تتويجه باللقب كان مفاجأة في البطولة؟ لا أعتقد أنها كانت مفاجأة، بالنسبة لي لم تكن أبدا مفاجأة، أعتقد أنها كانت نهائي مبكر بين إيطاليا وإسبانيا، هما فريقان أو منتخبان قويان جدا. أعتقد أن نقطة إسبانيا وإيطاليا كانوا من المفترض ان يصلوا الى النهائي، واعتقد ان اسبانيا قامت باداء رائع في هذه المباراه، لكن الحظ ابتسم لايطاليا بضربات الجزاء. تجربه لويس انريكي هل بترى او بتقيمها على انها تجربه ناجحه، وهل تتوقع او تنتظر انه يستمر مع منتخب اسبانيا في اعاده بناء جيل جديد للمنتخب الاسباني، ام انه مرحله لويس انريكي لابد انها تنتهي وتبدا الكره الاسبانيه في مرحله جديده؟ أعتقد أن لويس إنريكي بدأ بناء فريق شاب جيل جديد، توليفة قوية جديدة منها فيها لاعبين بأسماء زي بوسكيت وبيدري وموراتا. أعتقد في وجهة نظري أن هم هيكونوا المستقبل لإسبانيا، لكن أعتقد لبعض الوقت، وبالرغم من المعارضة للصحافة والنتائج اللي هي كانت مقاربة جدا لنتائج جيل تشافي وأنيستا، لكن أعتقد أن احنا لازم نديهم شوية ثقة لنبني فريق قوي، حتى ان احنا وصلنا الى نصف النهائي وخرجنا مرفوع الراس. بعيدا عن المنتخب الاسباني، مين هو المدير الفني الافضل من وجهه نظرك في بطوله امم اوروبا؟ أعتقد أن المدربين الاثنين اللي وصلوا للنهائي هما مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني وإنجلترا جاريث ساوثجيت، هما أفضل مدربين، لكن أحب أن أضيف إليهم لويس إنريكي لأنه مدرب شجاع وبأفكار واضحة، استطاع أن يصل إلى نصف النهائي بفريق شاب ذو خبرة، وكان عنده ثقة كبيرة في فريقه وفي الشباب الذي يلعب معه على المستوى الدولي. بعيدا عن المنتخب الاسباني، هتنقل معاك للاندية الاسبانية، وبداية بما انك كنت مدير فني لاتلتيكو مدريد، ازاي شفت او تابعت تتويج الاتلتي ببطولة الليجا الموسم الاخير؟ كان الحافز ان هو يقول ان لويس انريكي او يحط لويس انريكي بين الاثنين او مع الاثنين اللي وصلوا للنهائي، وان كانت خيبه امله كانت في البرتغال وفرنسا والمانيا. وصلت، نروح لاتلتيكو مدريد وفوزه على حساب طبعا سباق ماراثوني استمر للاسابيع الاخيره، لكن نجح في النهايه اتلتيكو مدريد بتتويج بلقب ليجا على حساب برشلونه وريال مدريد. أعتقد أن أتلتيكو مدريد كان هو منافس قوي ويقدر ينافس ريال مدريد وبرشلونة، وهو استفاد من سوء مستوى أو انخفاض مستوى برشلونة أو مدريد، واعتقد ان هو يستطيع ان يكسب او يفوز باي مسابقه يدخل فيها،
وهو يثق بجميل الأرسنال. طيب هنتظر إجابات سريعة. هل أنت مع عودة أنتوان جريزمان المهاجم الفرنسي مرة تانية لصفوف أتلتيكو مدريد، وتقييمك لتجربة لويس سواريز مع الأتلتي الموسم الأخير؟ أعتقد أن سواريز خبرته كانت قوية، وأعتقد أن تجربته مع أتلتيكو مدريد هي إيجابية بالدرجة الكبيرة. هو لاعب مقاتل. في هذه الحالات دايما اللاعب بيسقط بعد خروجه من فريق قوي إلى فريق أقل، لكن هو لاعب مقاتل واستطاع أن يصل بمستوى أعلى. جريزمان هناك عوامل يجب النظر إليها. أولا اللحظة التي يمر بها اللاعب في الملعب، رغبته في البقاء في الفريق الذي يلعب فيه أو تركه، كذلك مستوى الفريق الذي يلعب له، وكذلك الأمور المادية بالنسبة للاعب أو النادي. طيب يهمني أسمع، لكن نوعية جريزمان ديت ما نقدرش، ما حدش يقدر يحكم عليها إلا هو نفسه. طيب يهمني أسمع تعليقك. طبعا منتخب مصر الأولمبي واجه في أولى مبارياته أو لقاءاته في الأولمبياد طوكيو المنتخب الأسباني، إزاي تابعت المباراة؟ ويهمني أسمع تقييم سريع منك لمنتخب مصر. أعتقد أن النتيجة دي هي نتيجة طبيعية بالنسبة لكونها أول مباراة في الأولمبياد. أعتقد أن إسبانيا هي كانت الطرف الأقوى الذي يتحكم في المباراة، لكن مصر لعبت بطريقة دفاعية وطريقة كومباكت، طريقة قوية، استطعت أن تبني حوائط أمام الهجوم المصري واستطعت أن توقف دفع الهجوم الأسباني عليها. وأعتقد أن كانت التدخلات من الطرف المصري، الانتقادات كلها كانت التدخلات القوية من طرف الفريق المصري، لكن عندما رأيت أعداد اللعب أعتقد أن هذه التدخلات كانت غير مقصودة وطبيعية. أعتقد أن مصر لديها الفرصة أنها تتأهل من الأربع فرق في المجموعة، لأنه لديه فرصة واحدة وهي الفوز في المباراة التي يلعبها ضد أستراليا. هل يؤمن دفاعيا ويجب أن يلعب بدون ضغط عصبي عليه ومحاولة خلق فرص؟ والله احنا قلنا الكلام ده برضه، بس المهم الرسالة تكون وصلت. خليني أسألك على جودة اللعب المصري اللي أنت تابعته، هل في لاعبين لفتوا نظرك؟ وهل بتشوف إنه في الخامة اللي من الممكن إنها تحترف في الدوري الإسباني، في أحد أندية الدوري الإسباني على سبيل المثال؟ من غير أي شك أعتقد بعد ما رأينا اللاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية، أعتقد ما فيش أي شك إنهم يقدروا يلعبوا في أي منطقة في أي دوري في أوروبا. صلاح ونني أعطوا وجهة جميلة للاعبين المصريين، وأعتقد أن الموضوع هيبتدي من الأقل إلى الأكثر، سيخرج لاعبين كثيرين لروما، لتشيلسي، لفرق أوروبية كثيرة. بمناسبة كلامك عن محمد صلاح، يمكن بعض التقارير اللي رصدت أو اتكلمت على رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالحصول على خدمات محمد صلاح وانتدابه للريال، رأيك في ده؟ وهل أنت مع فكرة انضمام صلاح للريال ولا تفضل بقائه في ليفربول؟ أعتقد أن صلاح من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، وبيلعب في فريق من أفضل فرق العالم في ليفربول، لكن لازم يدرس ويرى الموضوع بحرفية إذا كان سيترك فريقه أو ينضم لفريق آخر.
المشكلة ستكون الآن هي مشكلة ليفربول، حيث أنه سيخسر قوة أو لاعب قوي جدا إذا انتقل إلى ريال مدريد. المشكلة هي تكون لصلاح إذا كان عاوز أو مش عاوز، إذا كان يريد أو لا يريد. لازم طبعا يكون برضه هو منتظر لعب بطريقه مختلفه في الريال مدريد. خوسيه مورسيا المدير الفني السابق لاتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا وظهورك معانا على شاشه النادي الاهلي. فاصل ونستقبل نجم من نجوم النادي الاهلي، كلام كتير مش بس الحقيقه على ماتشات الاهلي اللي جايه ومشواره في الدوري، لكن كلام كتير كمان على مواجهه منتخب مصر الاولمبي مع استراليا، واللي يمكن فتحنا الكلام فيها مع خوسيه مورسيا هيكون مع نجم النادي الاهلي السابق كابتن ماهر همام ضيفنا في السادسه بعد الفاصل. احنا داخلين على مرحلة عنوانها يعني الرئيسي لا تراجع ولا استسلام، والموضوع بقى بالنسبة للأهلوية جماهير النادي الأهلي حياة وموت. الكلام على طبعا مشوار الأهلي اللي فاضل في منافسة بطولة الدوري، وقلت لحضراتكم انه البطولة السنة دي غير، يعني احساس جماهير النادي الأهلي بالبطولة السنة دي وأهميتها غير، وإصرار كبير جدا ان شاء الله بإذن الله ان احنا نحافظ على اللقب المفضل والمعتاد الحقيقه اللي اتعودت عليه جماهير النادي الاهلي. هنتكلم على مشوار النادي الاهلي وكل الصعوبات، لان المرحله الحقيقه فيها مطبات كتير جدا صعبه، وكان الله في عون الجهاز الفني، وكان الله في عون اللاعبين الحقيقه اللي بقى لهم يمكن داخلين في سنه دلوقتي في حاله ضغط رهيبه جدا من بطوله لبطوله ومن ماتش لماتش ومن تمرين لتمرين، حاجه كده فيلم لا ينتهي. نرحب طبعا الاول بكابتن ماهر همام ضيفنا النهارده في السادسه ونجم كبير طبعا من نجوم النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن ماهر. اهلا بيك حبيبي، ابارك لك على 10 عشان انا ما شفتكش من ساعتها. الف الف مبروك. بقالنا فتره فعلا ما تقابلناش، لكن الله يبارك فيك يا حبيبي. وقفلناها بسرعه ولفينا على طول على دوري يعني طبعا. ازاي شفت مشوار الاهلي خصوصا انه يمكن من بعد فرحه الفوز بالدوري الابطال كان في مطب صناعي كده مع البنك الاهلي، خسرنا فيه نقطتين، وكان في مباراه صعبه جدا من يومين مع الانتاج الحربي كان فيها ريمونتادا طبعا بتوقيع روح الفانيلا الحمراء. بالظبط. بص يا احمد، انا عايز اقول لك ان في بدايه كلامي ما تقلقش على المنظومه الكبيره، منظومه النادي الاهلي، لان المنظومه الكبيره ديت منظومه اداريه على اعلى مستوى، منظومه فنيه على اعلى مستوى. يعني يمكن النادي الاهلي من الانديه اللي زي مثلا ريال مدريد، زي برشلونه، زي بايرن ميونخ، الحاجات الكبيره دي اللي هي وتت اساس قوي جدا بيتورث مجالس اداره، بيسلموا بعض اجهزه فنيه، لاعبين، اجيال بتسلم اجيال. لكن عايز اقول لك ان الجانبين دول هم السعاده، هم الانجاز اللي بيحصل على الساحه الرياضيه في النادي الاهلي. الاداره ممثله في مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، اللي هو عنده درايه كبيره جدا بالشق الاداري من خلال وهو لاعب وهو اداري وهو عضو مجلس اداره ونائب الرئيس ثم الرئيس. وده مساعدنا بشكل كبير جدا، تواجده مساعدنا بشكل كبير جدا في الجانب الاداري، طبعا بوجود الكابتن سعد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي، ودول كمان يعني عندهم باع كبير جدا وخبرات كثيره جدا. فالجانب ده اي مشكله بتحصل زي المشاكل اللي حصلت في المباراتين اللي فاتوا دول، كان بسرعه الكابتن محمود الخطيب موجود ومتواجد مع الجهاز الفني ومع اللاعبين، وبيقدر بقى ينقل لهم خبراته في المراحل دي، لان احنا لعيبه وهو كان لعيب مرينا بالمراحل دي، فدي الخبره هنا بقى ازاي انك انت تعالج المراحل دي وبسرعه، وتقدر تاخد قرار فيها وبسرعه، وتقدر توصل للعيبه الاهداف اللي جايه عشان نعدي هذه المرحله. طب انا عايز اتكلم معاك انه ده بيحصل في الظروف الطبيعيه، يمكن الموقف ده حصل سيناريو مشابه لي في شهر 4 اللي فات. انا كنت بتكلم في بدايه الحلقه انه مفيش فريق في الدوري لعب 9 ماتشات، اللي هو تقريبا بتتكلم في 30% من عمر المسابقه في خلال فتره لا تتجاوز 27 يوم. بالظبط. انت المره دي، وطبعا انت عارف انه الاهلي بحكم مشاركته في بطولات عالميه وبطولات افريقيه هو اكتر فريق لعب ماتشات في الموسم ده، ويمكن احنا اخر فريق مخلصين ماتشات الموسم اللي فات، والموسمين حضرتك عارف ان هم يعني تقريبا يعتبروا موسم واحد ممتد. صحيح. خد بقى اضيف على ده بعض ده اللي انا مش قصه قلق، بس قصه ان انا بحط في الاعتبار قدامي عشان اشوف انا رايح فين. وانت عارف انه الاهلي دلوقتي بيلعب ماتشاته من غير 6 لعيبه موجودين في منتخب مصر الاولمبي في اليابان. الفرقه الوحيده اللي عندها ضغط مباريات متوالي في وقت اغلب الفرق فيه مريحه تقريبا ما بتلعبش. فكل ده
يعني لابد انه يتحط في الاعتبار. هو محطوط في الاعتبار يا احمد، وعايز اقول لك هو ده سمه البطل. يعني هو ده البطل، ده شعار البطل، ان هو طول عمره محطوط في ضغوطات زي ما بقول لك اداريه او فنيه، مباريات لعيبه خارج القطر المصري موجوده مع المنتخب الاولمبي، النادي الاهلي عنده خيره اللعيبه اللي موجوده في افريقيا وفي العالم العربي. فانا عايز اقول لك ان هو عشان بطل فعيني محطوط تحت الضغوطات دي، لكن البطل قادر ان هو يقدر يعدي هذه الصعوبات ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. زين الترجي في اللي جاي هتكلم مع حضرتك بالتفصيل، بس بعد ما نروح مع حضراتكم لفاصل سريع جدا ونرجع نفتح الكلام مع كابتن ماهر همام. اهلا بيكم مره ثانيه في السادسه. قبل بس ما اتكلم على المواجهات التسعه الناريه المنتظره وازاي الاهلي هيتعامل مع المرحله الجايه، واتكلم كمان شويه مع كابتن ماهر على ماتش اسوان، خليني استعرض معاكم ومع كابتن ماهر طبعا اللي برحب بيه مره ثانيه في السادسه. خليني استعرض معاك كابتن ماهر اختيارات جمهور النادي الاهلي لافضل ثلاث لاعبين في ماتش نهائي دوري الابطال مع كايزر تشيفز ومباراه البنك الاهلي. في مباراه كايزر تشيفز الحقيقه كانت المنافسه الى حد ما، رغم الفرقه كلها طبعا اجادت بشكل كبير، لكن تقدر تقول ان المنافسه كانت يعني متحدده بين ثلاث اسماء بنلف وندور حواليهم، لكن في النهايه مع عمليه الفرز كانوا الثلاثه قريبين جدا من بعض، وانت بتعمل عمليه الفرز الاصوات مش قادر تحدد مين اول مين ثاني مين ثالث، لكن في النهايه محمد شريف الحقيقه نسر الجزيره، نسر النادي الاهلي الجديد الحقيقه، بيحتل المركز الاول في اختيارات جماهير النادي الاهلي في مباراه كايزر تشيفز. في المركز الثاني بيجي وراه المتألق بشكل قوي جدا في الفترة الأخيرة محمد مجدي قفشة، وفي المركز الثالث القادم بسرعة الصاروخ الحقيقة عامل ريكورد. أنا هقف معاكم في آخر الموسم وأوريكم مشواره الولد الشقي أكرم توفيق، أو زي ما جمهور النادي الأهلي مسميه كراميلا. نروح لمباراة البنك الأهلي. البنك الأهلي كان فيه الحقيقة برضو صراع على المركز الأول لأول مرة من فترة طويلة الحقيقة، رغم أن واحد من اللعيبة المهمة والمؤثرة بتكلم على عمرو السوليه كان بينافس بشكل كبير جدا على المركز الاول مع محمد مجدي قفشه، لكن قفشه في النهايه نجح في انه يحتل المركز الاول وجه السوليه في المركز الثاني، اما علي لطفي في مباراه البنك الاهلي فاحتل المركز الثالث. وعلي على الرغم من قله مشاركاته الا ان كل ما بيشارك بيلقى قبول واعجاب جماهير النادي الاهلي. رايك في اختيارات الجماهير في الماتشين يا كابتن ماهر؟ ده حاجه جميله، لعيبه مؤثرين بشكل كبير جدا من ناحيه الشخصيه من ناحيه الاداء، و يعني طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور واعي وذواق وبيساند اللعيبه بشكل كبير جدا. أيوة. هو هم دول الموجودين على الساحه، لكن الباقيين كمان مكملين طبعا بنفسه بشكل كبير، يعني عايزين نقول ال 25 لعيب النادي الاهلي لعيبه مميزه، كل واحد ليه دور فعلا بالظبط، لكن كل واحد دول ليه دور. دول المجتهدين في خلال هذه الفتره واللي باينين ان هم فعلا ادائهم يمكن انا عايز اقول لك انه لعيب زي كوكا مثلا مميز، يعني اول سنه بيشارك مع الفريق الاول في صراحة. مشاركاته بالزبط. في كتير من الماتشات اللي لعبها مع نادي الاهلي خد اصوات الجماهير وعنده عدد. استعرض مع حضرتك جدول الترتيب في النقطه دي لغايه المرحله دي اللي وصلنا لها في الموسم الحالي. في صداره الترتيب طبعا اليو ديانج الدبابه الماليه برصيد 31 نقطه، بيجي وراه في المركز الثاني محمد الشناوي برصيد 28 نقطه، محمد شريف ومجدي قفشه بالنقاط اللي خدوها في الماتشين دول ماتش كايزر تشيفز وماتش البنك الاهلي دخلوا في المنافسه على افضل لاعب في الموسم الحالي النادي الاهلي، قربوا بشكل كبير جدا من الشناوي، الاثنين رفعوا رصيدهم وصلوا ل 26 نقطه. اكرم توفيق الحقيقه عامل ريكورد لانه اكرم ما شاركش عدد مشاركات كبيره قوي مع، يمكن هو لو بصينا للخمسه الاوائل هنلاقيه لاقل عدد فيه نسبة المشاركة 27 مباراة، لكن الحقيقة قدر يحقق فيهم 19 نقطة، وده يدل على انه لعيب الحقيقة بياخد ثقة الجمهور بشكل كبير. بدر بيحافظ على مركزه في المركز السادس برصيد 16 نقطة، وراهم ايمن اشرف برصيد 11. عمرو السولية الحقيقة فرق النقطتين اللي خدهم في ماتش البنك الاهلي خلوه يبعد شوية عن اربع لاعبين بيحتلوا المركز من الثامن لل 11 اللي هم علي معلول، طاهر محمد طاهر، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، دول كلهم بيحتلوا المركز من 9 ل 12 برصيد 9 نقاط، فالسوليه فرق عنهم بنقطتين دول وبقى رصيده 10 نقاط. الترتيب ده منطقي بالنسبه لك؟ منطقي ديانج، الشناوي، شريف، قفشه، اكرم، بدر، ايمن، السوليه، علي معلول. منطقي بشكل كبير جدا، وهيحصل كمان صراع لسه طبعا خلال 9 مباريات
اللي جايين هنشوف منافسه شريفه بين اللعيبه كلها في سبيل ان مين هيحقق المركز الاول، مين هيحقق المركز الثاني، مين هيحقق المركز الثالث، فهيبقى في صراع كبير جدا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، وهو ده حلاوه التسع مباريات المتبقيه. حتى كمان مستر موسيماني يبقى عنده فرصه كمان يقدر يقيم فنيا هؤلاء اللاعبين. ايوه مين اللي ممكن يبقى موجود معاه السنه دي، ممكن مين ممكن يبقى موجود اعاره، الاماكن اللي احنا هنحتاجها خلال هذه الفتره بالنسبه للاعبين المميزين. ماتش الانتاج من وجهه نظر لسه طبعا مع لسه نتيجه الجمهور في ماتش الانتاج هتظهر بعد مباراه اسوان، بس خليني اسالك مين اكتر ثلاث لاعبين تالقوا في ماتش انتاج الحربي من وجهه نظر كابتن ماهر؟ يعني لو احنا لاحظنا كده هنقول ان التغييرات اللي عملها مستر موسيماني كانت مؤثره، وهي اللي فرقت معانا في نتيجه المباراه. وعايز اقول لك ان الست دقائق الاخر هو النادي الاهلي بتاع الخمس دقائق الست دقائق، هو لو الروح دي موجوده بقيت التسع ماتشات الدوري هو موجود بالظبط، موجود في جيب الجاكيت بالظبط. يعني انا عايز اقول لك احمد، يعني وانا بتفرج فناس سالت هو باقي قد ايه من الزمن، فاول ما الراجل رفع المراقب الرابع حكم الرابع رفع ست دقائق كلنا اجمعنا النادي اللي هيكسب. فدي من ضمن الحاجات اللي تورثناها من جيل من بعد جيل. يعني احنا في جيلنا كجمهور النادي الاهلي يقول لك ايه، لا يا عم انا هروح احضر اخر 10 دقائق في مباراه النادي الاهلي، النادي الاهلي في اخر 10 دقائق بيكسب جول واثنين وثلاثه. فاخدنا فتره احنا جيل السبعينات بنكسب كده، يعني بنفضل قلقانين، جمهور الاهلي قلقان طول ال 90 دقيقه، وفي اخر 10 دقائق بيحصل المكسب. الاعصاب طبعا سبحان الله سبحان الله. فالنهارده يعني لسه قاعده بتتفرج على اعصابها طبعا طبعا. فمباراه الانتاج عندنا احساس من خبرات المتورثه قبل كده وخبرات اللعيبه اللي موجوده داخل الملعب، عندنا احساس ان النادي الاهلي هيكسب. فطبعا التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني واخيرا يمكن بواليا لما نزل وسجل الهدف الجميل، الهدف الاخير اللي هو نتمنى يعني في جوال كده بتجيب اللعيب، يعني بالزبط. يعني في لعيب لما يخش وذات المهاجمين طبعا لما يخش ويسجل في مباراه هدف يصنع الفارق يفرق في توقيت صعب طبعا بيتهيألي بيقلوا في حته ثانيه بيفرق معاه. لكن خليني احمد احيي طبعا نادي الانتاج الحربي، احيي لعيبه بس ما قلتليش اسماء ثلاث لاعبين، هقول لك اسماء ثلاث لاعبين من وجهه يعني طبعا. انا شايف ان المباراه دي علي معلول يانج بواليا، علي معلول ودينجو وبواليا يعني انا شايف ان الثلاثه دول بنفس يعني الترتيب بصراحه كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا. عايز اقول لك ان انا طبعا بنحيي فريق الانتاج الحربي، اللاعبين اللي قدوا مباراه يعني روعه، منافس وخصم محترم ومنافسه شريفه واداء يعني عايز اقول بلغه الكوره احنا شفنا الوان الطيف، شفنا جميع الالوان في هذه المباراه. حتى الخبرات اللي شفناها ما فيش فرق بين الكبير والصغير ولا فرق بين الصغير والكبير. والبطل هو طول عمره بطل، النادي الاهلي النهارده بخبرته في المباراه دي بيثبت فعلا ان هو بطل قادر ان هو يقدر يحسم اللقاءات اللي بتبقى متعسره بهذا الشكل، قادر في الدقيقه 90 في الدقيقه 95 في الدقيقه 96 ان هو يحسم اللقاء. السيناريو ده كابتن ماهر تتوقع انه يتكرر في ماتشات الاهلي اللي جايه؟ بالظبط يا احمد، يعني ظروف الفرق خد بالك، والنادي الاهلي هيلاعب فرق برضك محتاجه البونت. فالظروف دي بدات مباراه المقاولين العرب قبل ما نروح نهائي افريقيا، لو تلاحظ ان المقاولين العرب لعب بنفس السيستم، هو رجع 30 يارده في نص ملعبه وقفل على مفاتيح النادي الاهلي الهجوميه. لكن زي ما بقول لك خبره البطل وخبره لعيبه النادي الاهلي والاداء المتميز للعيبه النادي الاهلي من الناحيه الفنيه والناحيه التكتيكيه قدرت تحسم هذه المباراه. عايز اقول لك ان اللقاءات دي هتتكرر، حتى مستر موسيماني قال في المؤتمر ان المباراه دي هتتكرر في المباريات القادمه مع النادي الاهلي. لكن مستر موسيماني اعداده الفني والتكتيكي لهذه المباراه لازم هو جزء، الجزء الثاني اللي هيساعده اللاعيبه البدلاء يا احمد. دورهم مهم جدا 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 في المباراه اللي جايه. بتراهن على مين يا كابتن ماهر في الفتره اللي جايه؟ انا براهن على الدكه اللي موجوده صراحه، يعني كلها عناصر مؤثره غير الست لعيبه اللي موجودين مع المنتخب الاولمبي. يعني النهارده عندك علي لطفي بقى بياخد ثقه من مباراه لمباراه. انا شايف محمود وحيد يعني اشراكه في اخر ربع ساعه تلت ساعه بدا نحس بيه من ناحيه اندفاعاته الهجوميه، من ناحيه كروساته العرضيه، من ناحيه الجبهه اللي بينه وبين معلول. نتمنى عوده حميده لمحمود متولي اذا كان في خط الظهر او في نص الملعب من ناحيه الهاف الديفندر. رامي ربيعه طبعا، رامي بردك من اللعيبه بمناسبه ربيعه
الماتش اللي جاي اكرم وهاني غايبين، اكرم في طوكيو وهاني ثلاث انذارات، من وجهه نظرك مين افضل في الحته دي؟ يعني انا عايز اقول لك ان رامي اتجرب في مباراه قبل كده قبل نهائي افريقيا، لكن انا عايز اقول لك احنا كمدافعين السنتباكات بالذات بيبقى عندهم الرشاقه والمرونه بتبقى اقل لان عنصر الطول واخد بالك والقوه، المكان ده عايز حاجه خفيفه يعني. انا شايف ان حسين الشحات لعب في المكان ده مع المقصه فترات طويله جدا. فحسين لو مش وحش يعني، حسين لو بدا في المكان ده عنده من الملكه دفاعيا بيقدر يستحوذ بشكل كبير، هجوميا كمان حسين ده مكانه في الحته القدمانيه دي. لما بيطلع بيقدر يروح يعمل اوفر، يقدر يعمل 1 2، يقدر يعمل كروس عرضي. فانا شايف ان حسين الشحات ممكن يبدا من بدايه المباراه، ترجع حسين ورا وتنزل بمين قدام بالظبط. يعني انا شايف ممكن حسين ياخد المكان دوت، وزي ما مستر موسيماني عمل يعني، انت عندك الاجنحه دي ممكن ياخد كهربا تاني، ممكن ياخد يانج تاني من البدايه. يعني اذا كان الحته بتاعت بواليا مثلا كراس حربه مروان بدا الماتش اللي فات، انا شايف برضك الاصابات اللي حصلت طبعا بالنسبه لمروان انا بحييه طبعا، لان مروان من اللعيبه اللي عندها شخصيه، تحمل بشكل كبير جدا الاصابات اللي حصلت في المباراه وقدر انه يكمل المباراه، دي حاجه بتحسب له. فانا عايز اقول لك ان احنا عندنا جواكر يا احمد بشكل كبير جدا لمستر موسيماني. رايك في كهربا الفتره الاخيره؟ يعني كهربا والشحات رايك فيهم ايه في الفتره الاخيره؟ الشحات بيرجع يعني، احنا بنحس بالشحات في بصراحه عودته مره تانية. يمكن حته الراحه يعني زودته شويه، اديته نوع من التركيز، نوع من الاهتمام. النهارده بقى على الجول، شفنا الجول الثاني بشكل جميل بصراحه، قدر يقف عليها قبل ما نلعب دوري بنهائي دوري الابطال. الحقيقه برضو كان مؤثر جدا مع الاهلي في كل الماتشات اللي لعبها في الدوري المحلي. كهربا كان فايق يعني بلغه الكوره، كهربا عايز يهدى بس شويه. كهربا لعيب كبير، لعيب محوري، لعيب مهاري، لعيب بيجي من تحت، واحد بيقدر يفوت، بيقدر يلعب لك جناح، بيقدر يلعب لك 10. كهربا شايفه متسرع، انا شايفه متسرع بالظبط كده بلغه الكوره، مستعجل يعني، الحاجات اللي عايز اللي بيجيبها جوال يعني يعني ما بيوفقش فيها. فعايز اقول لكهربا جايه صبرا بس، لكن كهربا من اللعيبه اللي بيقدر يفيد الحته القدامانيه بشكل كبير يعني. ماتش اسوان صعب من وجهه نظرك؟ كل الماتشات يا احمد صعب، كل الماتشات صعبه. بقى خلاص عن مين في بالظبط؟ لا خلاص انتهت القصه، قصتنا بقى دلوقتي. لا واسوان وموقفه 25 بونت وقريب قوي من الاثنين الموجودين، وادي دجله وبعدين الانتاج، اسوان 25 بونت، فطبعا موقفه صعب. يمكن البنك بيهرب شويه يعني، البنك يمكن ماتشين فرقوا معاه، التعادل اللي حصل مع النادي الاهلي والتعادل اللي حصل مع بيراميدز يمكن فرقوا معاه 27 بونت بعدوه شويه. فالنهارده اسوان طبعا حاطط في الاعتبار انه بيقابل نادي القرن، بيقابل اكبر فرقه في افريقيا، بيقابل بطل الدوري، عارف النادي الاهلي مفاتيحه، عارف النادي الاهلي بخبرات لعيبته، اكيد مليون في الميه هيبقى عنده حرص بشكل كبير جدا ان هو ينزل نص ملعبه وهو بيفقد الكوره في ال 30 يارده ويحاول يقفل مفاتيح اللعب على النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك ان مستر موسيماني بيستفاد من مباراه لمباراه اخرى. فالنهارده احنا التملي بنقول محتاجين جول في الاول نفتح بيه وبعدين نعززه جول تاني، الجيم بيفتح معاك يا احمد بشكل طبعا كبير يعني. هو السيناريو بيختلف تماما بالظبط. هو اللي كان غريب في ماتش الانتاج ده يمكن ما حصلش ولا مره الموسم ده، انه الاهلي يبادر بالتسجيل بالظبط وبعدين يتاخر بهدفين، يعني مش بس يحصل تعادل، لا كمان يتاخر بهدفين على حساب الهدف اللي سجله الاول، ودي كانت اول مره تحصل ودي كانت غريبه بالنسبه لي. شايف انه حاله الاجهاد او حاله تواصل الماتشات مع التدريبات، تعرف ان الاهلي بيلعب لوحده تقريبا يعني الاهلي هو الوحيد اللي مكمل رغم ان في نص فرقه تقريبا مع منتخب مصر الاولمبي، بيأثر على تركيز اللعيبه؟ بيبقى فكره انك تلعب في بطوله وبعدين تقفلها وتخش في بطوله ثانيه، ده نوعا ما بيشتت اللعيبه؟ بيأثر يا احمد بشكل كبير جدا، واحنا مرينا بالظروف دي. يعني انت بتبقى جاي من المنتخب وجاي للدوري وخلص الدوري تخش على الكاس، واخد بالك، وبعدين سنه بتلضم سنه ثانيه بالظبط بلغه يعني. الكوره بيحصل نوع من التشبع للعيب، انا مشفق على اللعيبه جدا بصراحه. انت لسه بتقول لي المكنه اللي بتطلع قماش طول الوقت دي، يعني دول شغالين مكنه ما ريحتش. فالنهارده يا احمد ما بيلحقش يفرح. انا عايز اقول لجمهورنا الاهلي يعني تعاطفا مع لعبتنا، خدوا بالكم اللعيبه دي مجهده جدا، اللعيبه دي عليها لود ذهني وعصبي
عصبي بشكل كبير، لانه بيطلع من بطوله مطالب بالبطوله الثانيه. فالنهارده احنا عندنا ثلاث بطولات مطالبين بيها، يعني نرجع لل 11 ونرجع للدوري ونرجع للكاس ونرجع للسوبر. فضغط كبير جدا جدا على اللعيبه دي، وانا مريت بالظروف دي. شايف ايه الدعم؟ يعني الحقيقه يمكن على قد الفتره ما هي مهمه جدا وحرجه جدا، ومش عارف ليه عندي احساس كده انه بطوله الدوري ده، يعني احنا بقى لنا 5 سنين بناخد دوري وكل سنه بنبقى فرحانين بيه، لكن السنه دي حاسس انه الجمهور مستني البطوله بشكل مختلف عن كل السنين السابقه قبل كده. وبالتالي خليني اسالك، انت شايف ازاي ممكن جماهير نادي الاهلي تدعم وتساند وتدفع فرقتها في الفتره اللي جايه؟ هنتكلم في الحته الفنيه الاولانيه يا احمد، ان لعيبه النادي الاهلي مطالبه فعلا بالبطوله السنه دي. السنه دي اختلفت من بدايه السنه اللي فاتت، الانديه جهزت نفسها، مجالس اداره الانديه اشترت الاماكن اللي هي محتاجاها، اللعيبه المميزه. فمعظم الدوري اللي عنده دلوقتي بقى فيه لعيبه كويسه. ايوه. وما فيه منافسه قويه، النهارده اول سنه في تاريخ الدوري العام يفضل الاهلي والزمالك ما حدش عارف مين يقدر يحسم البطوله في نهايه الموسم. ايوه. اللي هيساعد على كده، اللي هيساعد النادي الاهلي على ان هو يتغاضى او يعدي المباراتين اللي خارج يعني خارج الاداره الفنيه للنادي الاهلي، دكه النادي الاهلي البدلاء، لان هم دول اللي هيخشوا يكملوا مشوار اللعيبه اللي هيريحها مستر موسيماني. مستر موسيماني لازم يدور اللعيبه، في لعيبه موجوده جدا مش شايفه قدامها، واخد بالك، ونجوم ومؤثرين. فانت النهارده البديل اللي هيخش، انا مش عايز اقول بديل لان هو لعيب مميز ولعيب مهم، الاهلي بديل بالظبط، فلازم يخش يصنع لنا فارق وفي نفس الوقت يقول للناس ان انا احق بالمكان ده. فدور البدلاء فرصه بالنسبه له، اللي كانوا بيدوروا على الفرصه، الفرصه جت على طبق من ذهب. فرصه موجوده في 9 مباريات. فالنهارده يعني انا بقول للاعبتنا اللي هم هيكملوا المشوار في خلال المباريات اللي جايه، مهم جدا 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 انك انت ان شاء الله باذن الله لما تبقى موجود نحس بقيمتك الفنيه البدنيه التكتيكيه، وده هياثر بشكل كبير بناء على ان المباراه اللي جايه يا احمد مباراه كؤوس. يعني 3 نقاط نحط كده في الاعتبار، ان احنا 9 مباريات دول كؤوس بالنسبه لنا، كاس مصر يعني المباراه خلص 3 بونت، مفيش اسم على 2 واقلب اروح على اللي بعديها. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، يعني جمهور النادي الاهلي اللعيبه دي طول عمرها يعني عايش عشان تفرحك، فحان الوقت بقى لما بيحصل اخفاق في مباراه، اداء تعادل، اداء مش ايجابي، لازم تقفوا جنب لعيبتكم. جمهور النادي الاهلي عنده وعي كروي وبيفهم وذكي، وهو بيشارك اللعيبه دي في جميع البطولات اللي حققها النادي الاهلي. فنداء للاعبي النادي الاهلي، لازم تستندوا اللعيبه دي، ولازم تحيوا اللعيبه دي، ولازم يعني تتكلموا عنهم كويس، ولازم برضك تكونوا عارفين ان اللعيبه دي بتحاول ان هي تعمل اقصى حاجه عندها عشان تطلع لك اداء جيد مع نتيجه ايجابيه. صحيح. اتمنى، يعني انا متاكد طبعا ان الرساله واصله، رساله كابتن ماهر، وبيتهيألي احنا في لحظه محتاجين اي حد نحس انه بيقع او مستواه بيرجع لورا شويه ناخد بيده من قوامه، لان احنا محتاجين زي ما قلنا، يعني او زي ما قال كابتن ماهر، يمكن في الفاصل محتاجين كل لعيب في النادي الاهلي في الفتره، يعني لغه كره ضفر كل لعيب مهم جدا في ال9 مباريات اللي جايين دول ان شاء الله. قدها ودود. اخدك شويه المنتخب مصر الاولمبي، اتفضل. زعلنا الحقيقه. يعني انا بشوف، كنت يعني كان املي كبير جدا في النسخه دي من المنتخب الاولمبي بعد العروض الاكثر من رائعه اللي قدمها في بطوله افريقيا، وبناء على الخامات المحترمه جدا. انا شايف انه كابتن شوقي كان معاه قماشه محترمه جدا 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 في الفتره دي، كان مفترض انه يعمل بيها كتير، لكن العرضين اللي اتقدموا مع اسبانيا زي ما احنا شايفين كده، او مع الارجنتين، الحقيقه كانوا يعني مش على قدر طموحات الجماهير الكره في مصر، ولا على قدر المواهب والامكانيات اللي موجوده في شباب مصر في طوكيو. مش هنبرر للمنتخب يا احمد، لكن هقول لك الفرق بين افريقيا وبين اوروبا هو ده. الفرق بين افريقيا واوروبا الانتشار اللي احنا شايفينه، واخد بالك، الكره السريعه اللي احنا شايفينها، الجمل التكتيكيه اللي احنا شايفينها. احنا خايفين زياده عن اللزوم. في خوف واضح اثر علينا دفاعيا بشكل كبير. يعني النجوم اللي انت ذكرتها كلها نجوم في الدوري الممتاز. بص، هو ده الفرق اللي بيننا وبين الكره الاوروبيه، الكثافه العدديه اللي موجوده يا احمد داخل ال 18، بص الابيض كام واحد؟ بص التحركات، بص الباصات في التلت الاخير، بص الاختراقات، بص التصويبات، يعني انت كل الجمل التكتيكيه موجوده قدام عينيك.
احنا ما عملناش حق. احنا ما عملناش 180 دقيقه ما شفتش انا مش بقلل من كلمه كابتن شاوي او بكلمه اللعيب المصري، لكن انا عايز اقول لك هي دي الكره الحديثه. احنا رايحين نقابل فرق مصنفه النهارده، ادي كروس عرضي، بص الكثافه العدديه والانتشار اللي موجود، بص التحرك الباص ثم التحرك ثم التصويب اللي من خارج ال 18 المؤثر تضرب في العارضه، بص المتابعه، دي كلها جمل تكتيكيه موجوده في اوروبا موجوده عندنا. بس حاله الانكماش دي، حاله الانكماش اللي حصلت في ال 180 دقيقه سواء قدام اسبانيا او قدام ارجنتين، طبعا خليني زي ما حضراتكم شايفين ده ترتيب المجموعه لغايه دلوقتي، اسبانيا في الصداره برصيد 4 نقط، استراليا في المركز الثاني برصيد 3 نقط، والارجنتين في المركز الثالث 3 نقط برضو، ومصر في المركز الرابع والاخير برصيد نقطه واحده. السيناريو الافضل بالنسبه لنا انه اسبانيا تكسب الارجنتين ومصر تكسب استراليا، نطلع احنا واسبانيا نكمل في البطوله. بس اتمنى لو يعني ده حصل ما نكملش بنفس الشكل ونفس المستوى اللي احنا قدمناه في دور المجموعات، صفحه واتقفلت، نلعب كورتنا بقى. ماتش مصر واستراليا هو الامل الاخير بالظبط. هل تتوقع، انا خليني بس قبل ما نروح ماتش مصر واستراليا، انا كنت قبل الجدول كنت بسال حضرتك الانكماش اللي الحاله اللي حصلت دي، المستوى اللي قدمه المنتخب ده، اللعيبه على ارض الملعب ما قدرتش تنفذ فكر كابتن شوقي غريب، وهو كان حاطط تصور تاني للمباراه بس هما ما قدروش ينفذوه، ولا ده الطريقه والاسلوب اللي طلب كابتن شوقي من اللعيبه ان هم يلعبوا بيه؟ مشتركين فيه الاثنين بشكل كبير يعني. لا انت كمدير فني توجيهاتك او استراتيجيتك في هذه المباراه وانت في حاله الدفاع تلت ملعبك او 30 يارد في نص ملعبك وبتحاول انك تدافع على مرماك في حته الضغط والاستحواذ، لكن لما بستحوذ وبستخلص لازم انقل الكلام ده في نص ملعب الخصم. يعني مثلا لو انا بدافع ب 10 واخد بالك يا احمد، لما بقطع الكوره لازم يبقى في 7 من رجالتي جوه نص ملعب الخصم. ده اللي احنا ما شفناهوش. فالنهارده انت 50% ما يعني شفناهوش، لان احنا مش قادرين، ولا احنا مش عارفين، ولا احنا امكانياتنا كده. لا يعني ما ينفعش نقول ان احنا يعني امكانياتنا او امكانيات اللعيبه، انت اتكلمت على اللعيبه ان من اميز اللعيبه اللي موجوده في الدوري. انا شايف ده منتخب اول بصراحه يعني، انا مش شايفهم منتخب ولاعيبه يعني لعبت على مستوى اكتر من 30 40 مباراه دوليه. فانت النهارده في شق فاقدينه بشكل كبير اللي هو الشق الهجومي، ما استمتعناش بيه، ما شفناهوش. انا اديتك نموذج واحنا بنعرض دلوقتي ان اسبانيا في التلت اللي قدامني بتعمل ايه، كل الجمل التكتيكيه اللي ممكن هم اخدوها بيعملوها في المباراه. على الرغم من ان احنا بعد ما الارجنتين في الماتش الثاني الارجنتين سجلت فينا الهدف، ابتدينا نطلع ونروح ونلعب. طب بالظبط يعني هو السؤال، ما دام انت تقدر تعمل ده ما بتعملوش ليه من الاول؟ في تقصير من الجهاز الفني واللاعبين. وانا بقول ان اللاعبين اكتر، ان هم دول صاحبه القرار داخل الملعب. انا المدير الفني بيبقى في خطوط عريضه بالنسبه لي في سيناريو المباراه اذا كانت دفاعيه او هجوميه، لكن المرونه التكتيكيه للاعب بقى زي ما انت ذكرت يا احمد. احنا بعد ما جه فينا الجول بدانا نخش الملعب الارجنتين وبدات تبان الجمل التكتيكيه، يمكن رمضان صبحي بدا يضيع، ريان بدا يضيع، يعني موجود عندنا فنتمنى في مباراه استراليا ان احنا نغير الشكل اللي احنا شفناه في المباراتين من خلال الحاله الدفاعيه بس، يبقى احنا عندنا واحنا بندافع فعلا بنامن. ولكن لما بنستحوذ ونخش نص ملعب استراليا يبقى احنا بنهاجم باكتر من 6 7 لعيبه عشان احنا محتاجين نكسب المباراه. تلعب بنفس الطريقه اللي لعبت بيها يعني، تلعب كابتن شوقي لعب بثلاثه ورا دايما، الونش وحجازي واسامه جلال، تتوقع انه يلعب بنفس الطريقه ولا استراليا لازم نرجع نرجع المجموعه يحتم عليك انك لا نرجع للطريقه التقليديه بتاعتنا 4 في خط الظهر، ويبقى عندنا 2 في نص الملعب، وعندنا انا شايف صانع العاب ممكن يكون رمضان صبحي 10 واخد بالك، ويبقى قدام عندنا طاهر محمد طاهر وعندنا ريان وعندنا صلاح محسن وتحتيهم رمضان صبحي، ويبقى في نص الملعب المدافع عندنا اكرم توفيق وعمار حمدي وخط الظهر يبقى عندنا ابو الفتوح ناحيه الشمال، الونش حجازي وكريم العراقي او كريم فؤاد. تمام، يبقى احنا كده عندنا تشكيله اسماء زي الفل. طبعا والله اسماء زي الفل، تختار تبتدي بمين وتقعد مين بصراحه. بالظبط، وانا شايف يا احمد ان في المباراه دي ان احنا فعلا الشكل اللي كان موجود علينا في الحاله الدفاعيه في المباراتين السابقتين هيختلف اختلاف كلي، ان احنا عندنا دوافع لازم
نكسب نتمنى. ان شاء الله استراليا باذن الله, مصر واستراليا, الارجنتين واسبانيا الاثنين هيكونوا في نفس التوقيت. كل توفيق لمنتخب مصر ان شاء الله, نتمنى نشوف كورتنا اللي احنا اتعودنا عليها من منتخبنا الاولمبي, وكلنا ثقه فيهم والدعم ما زال موجود لغايه لما نشوف ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه بكره قدام استراليا. رجعك فلاش باك بقى شويه كده, مع نفصل من الكوره شويه, مش هنبعد عن الاهلي برده, بس خلينا ناخد فلاش باك كده شويه ذكريات وشويه اعتقد يعني بعض الشخصيات اللي وجودهم وتاثيرهم مع كابتن ماهر كان كبير جدا. نبتدي باول صوره طبعا كابتن حسن حمدي طبعا وزير الدفاع, وزير الدفاع ومثل الاعلى. عايز اقول لك ان انا لما طلعت من قطاع الناشئين واخد بالك للفريق الاول, اول واحد احتضني كابتن النادي كابتن مصر كابتن حسن حمدي احتضني. وعايز اقول لك يا احمد علمني حاجات كتيره جدا في الجانب الدفاعي في الحته بتاعتنا دي, ازاي تغطي, ازاي تقطع, ازاي تقف, ازاي تتوقع. بصراحه يعني من وقد اجاد بصراحه كابتن ماهر, من الحاجات اللي استفدت منها بشكل كبير جدا. ايوه طيب نروح للصوره الثانيه. الكابتن محمود الخطيب طبعا اعظم لاعب ممكن تشوفه يا احمد عربيا وافريقيا بصراحه, يعني الموهبه اللي مش هتتكرر مره ثانيه في ملاعبنا المصريه. طبعا انا بحييه لان هو بعد النجاحات ديت اتجه للاداره كاداري وعضو مجلس اداره وامين صندوق ونائب الرئيس ثم رئيس النادي الاهلي, صاحب الانجازات اللي احنا عايشين فيها مشارك فيها بشكل كبير جدا من خلال الخبرات طبعًا. اللي ربنا اداها له يعني بتترجم بشكل كبير كابتن ماهر في اللقطات اللي بيحصل فيها طبعًا. الاهلي على او بيوصل فيها فرقه الاهلي منصات البطوله وتشوف قد ايه حاله الحب والعرفان بالجميل من نجوم النادي الاهلي. تواجده كمان تواجده بشكل كبير جدا مدي ثقه للعيبه دي يا احمد بشكل كبير اكيد, واخد بالك لان هو كمان بيقرا لهم افكار وهو لاعب والظروف اللي مر بيها والخبرات اللي عاش فيها التجربة. طبعا حصل التجربه وبعدين بيبدا ينقلها لهم. فالنهارده اللعيبه دي محظوظه ان معاهم رئيس النادي واخد بالك كان اعظم لعيب في افريقيا, فبينقل لهم الخبرات اللي هو عاش فيها كلاعب بشكل كبير. فالنهارده يهناهم ويسعدهم يعني بصراحه يعني. نروح للصوره الثالثه الموس. يعني انا شايف موسيماني اندمج بشكل كامل من وجهه نظري. طبعا خلاص يعني تكيف وقدر 6 أشهر انا شايف اندمج بشكل كبير جدا. والفتره دي كمان عايز اقول لك ده يعرف من منتاليتي وعقليه اللعيب لعيب النادي الاهلي او اللعيب المصري. يعني الظروف اللي حصلت في الماتشين اللي فاتوا دول بدا يفهم بقى اللعيب المصري رايح فين وجاي منين. عايز اقول لك مستر موسيماني صاحب بطولات كثيره, انا شايف ان هو بيقرر تاريخ مانويل جوزيه مرة تانية, دوكوتي العظماء انا من يومين هنا قلت في السادسة انه طبعا انت بتتكلم على اسمين من اكبر الاسماء اللي دربوا في تاريخ النادي الاهلي, مستر دوكوتي او مستر جوزيه. لكن الحقيقة يعني انا كنت بقول انه ما فيش في تاريخ الكرة في مصر حد جه في 8 شهور حقق كم الالقاب اللي حققها مستر موسيماني مع النادي الاهلي. طبعا انجاز بالنسبة له, وهو اجتهد بشكل كبير جدا وقدر بخبرته وشخصيته انه يقرب من اللعيبه ويبدا يفهم. السنه الاولى اهلي يجيب 2 دوري ابطال وتجيب كاس سوبر وتجيب دوري وكاس وتجيب برونزيه كاس عالم انديه. لا ده شيء طبعا حاجه جميله, ونتمنى له طبعا ان شاء الله باذن الله البطولات القادمه باذن الله ان شاء الله. الكابتن صدق حفيظ كابتن سيد وهو لاعب كان من اللعيبه المميزه. عايز اقول لك نجاحه في الاداره اكبر وافضل من نجاحه هو لاعب والله بصراحه. يعني سيد من مديرين الكوره اللي فعلا فرقوا مع النادي الاهلي في خلال 10 سنين اللي فاتوا بشكل كبير جدا. يعني النهارده لما تيجي تقول مدير كوره بدانا بالكابتن صالح سليم اللي احنا يعني عشنا واحنا بنلعب وشفناه, وبعدين الكابتن حسن حمدي وبعدين الكابتن طارق سليم كابتن ثابت البطل. وبعدين انا شايف ان سيد من ضمن العظماء اللي جم في هذا المكان بصراحه, ويعني قربه وشخصيته من اللعيبه ساعدت بشكل كبير جدا على نجاح النادي الاهلي في البطولات اللي حصل عليها في خلال 10 سنين اللي فاتوا. كابتن سيد طبعا ليه دور كبير جدا, تقول له ايه في المرحله اللي جايه؟ يعني المرحله الصعبه كان الله في عونه طبعا. هو بيبقى شايل عبء وحمل كبير جدا, والاهلي الحقيقه بيعاني من ضغط ماتشات, بيعاني من غيابات لاعبين. تقول له ايه للفتره اللي جايه؟ لا اقول له ما شاء الله عليك السيد شاطر وبصراحه يعني, وبعدين حبه واخلاصه لنادي وحبه واخلاصه للمكان
بيساعده بشكل كبير جدا. يعني انا بقول لك هو الشق الاداري اللي ساعد مستر موسيماني في الشق الهجومي، الاثنين دخلوا مع بعض واندمجوا مع بعض، هو اللي عمل لنا الحاله الجميله اللي احنا شايفينها. طبعا الضغوطات قلت على كابتن سيد لان كان في سفريات بره، كان فيها تحضيرات اذا كان مباراه نهائي سوبر افريقيا، سفر لافريقيا. النهارده الجانب الاداري بالنسبه للكابتن سيد والتجهيزات قلت شويه. بالمناسبه دي يعني واحده من ضمن الحاجات اللي انت ما بتاخدش في الحسبان، بيبقى في حاجات كده بين السطور يا كابتن ماهر، 20 رحله طيران. طبعا طبعا مشقه رهيبة. يعني ما بين شمال افريقيا وجنوب افريقيا وما بين قطر مرتين في كاس عالم وكاس سوبر، 20 رحله بالزبط. طيران لفرقه النادي الاهلي على مدار الشهور الاخيره. هو نجح فيها يا احمد بشكل كبير جدا زي ما قلت لك، الخبرات اللي اكتسبها في هذا المكان طبعا، رجالته اللي بيساعدوه كمان، يمكن كابتن سمير عدلي من بردك من الشخصيات المحترمه جدا اللي بتحب النادي الاهلي، اللي عندها باع كبير جدا وخبره كبيره جدا. عايز اقول لك ان سيد ما شاء الله اكتسب خبرات ونضج بشكل كبير جدا، فانا شايف ان كابتن سيد عبد الحفيظ من انجح المديرين الكوره اللي جم في هذا المكان في تاريخ النادي الاهلي. لو في طلب او في رساله تطلبها من مستر موسيماني للفتره اللي جايه، ايه ممكن تكون رساله كابتن ماهر همام؟ هو الطلب لمستر موسيماني بصراحه، هو الراجل يعني مش متاخر، يعني هو الراجل بيذاكر بشكل كبير جدا وبيحضر بشكل كبير جدا وبيختار، وعنده شفافيه وعنده عداله في التوزيع بالنسبه للعيبه، وشخصيته وحب للاعبين انعكس هذا الحب على اداء اللاعبين. بقول لمستر موسيماني يعني اللي احنا بنتمناه الفتره اللي جايه، ان فعلا يبقى النادي الاهلي عنده الاصرار في بدايه المباراه ان هو يجيب جول ويغطيه بجول تاني، هتفرق معانا بشكل كبير جدا. ولازم يعرف مستر موسيماني ان مباراه التسعه اللي موجودين لازم يتعاملوا مباراه كؤوس، ما عندناش بديل غير الفوز. كل مباراه نكسبها ثلاث نقاط، ندور على المباراه اللي بعديها واللي بعديها وهكذا. واكيد طبعا هو عنده من الخبرات بهذا الشكل وصل ليها. انا شايف ان الفتره اللي جايه يا احمد هيبقى في متغيرات بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي. صعب النادي الاهلي يبقى عنده اخفاق في مباراه واخد بالك، او تعطل في المباراه الثانيه. المباراه الثالثه هتبقى يعني ان شاء الله هتبقى فيها فتح ان شاء الله بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله. انا ما عنديش شك انه الشراره اللي طلعت في نهايه مباراه الانتاج ان شاء الله تكمل معانا، هتبقى البدايه ان شاء الله. زي ما قلت الموضوع كله في ايدينا، وان شاء الله رجالتنا عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، وهم كمان عندهم القدره على حسم بطوله الدوري والحفاظ على لقبه كبطل الدوري المصري. بشكرك كابتن ماهر، شرفت ونورت كالعاده. يا رب ان شاء الله سعداء دايما موجوده كميتك طبعا على شاشه الاهلي في السادسه. حبيبي يا احمد شكر جدا، بشكر حضراتكم على المتابعه. نقابل حضراتكم بكره يوم العالمي، جهزوا الورقه والقلم، هنتكلم في كل المستجدات المتعلقه بموسم جديد قارب على البدء. الموسم السنه دي قد يكون مختلف، هيشهد عوده جماهير، عندنا الميركاتو وسوق الانتقالات، عندنا كلام كتير جدا في الكره العالميه بكره في السادسه. بشكر حضراتكم على المتابعه، قابلكم بكره ان شاء الله.